ريكاب جديد تونيزي. الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس يفيد بأن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الشخص الذي توفي أمس بعد تلقيه لقاح كورونا بساعات تعرض إلى أزمة قلبية وتصلب في الشرايين، وبالتالي فإن أسباب الوفاة لا تعود بصفة مطلقة إلى التلقيح ضد فيروس كوفيد 19. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد 19 بأغلبية 139 صوتا واحتفاظ 6 ورفض نائبين. القرض بقيمة 82 مليون يورو سيتم استغلاله لاقتناء التلقيح وتطوير منظومة شبكة التبريد والمساعدة التقنية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح. وزير الصحة فوزي المهدي يفيد بأنه في حال تجاوز الوضع الوبائي قدرات القطاع العام الاستشفائية فإنه سيتم توجيه مرضى كورونا إلى القطاع الخاص على أن تتكفل الدولة بالمصاريف. ويقول الوزير أنه تم الإعداد مسبقا بصفة مدروسة لهذه الفرضية مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين الصحي لوضع أسس كفيلة ترضي جميع الأطراف. الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنية تكشف عن شبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح والمحتجز بعضها بمخيمات اللاجئين، فيما يتخفى البعض الآخر داخل المجتمع ومكوناته. يقود الشبكة أجنبي من جنسية عربية وزوجته التونسية المتواجدان بإحدى الدول الأوروبية، فيما يشاركهما في تونس 3 عناصر وهم رجلان وامرأة تحصن أحدهم بالفرار. وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تؤكد أن تونس من ضمن 5 دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالربع الثاني لسنة 2021 تظهر توقعات سلبية بسبب تداعيات الفيروس على اقتصادها. كنتم مع ريكاب جديد تونيزي، قدمها لكم خالد عليمي.